السلام عليكم. صحيح أن والدته صغيرة ولكنها كتوفر على جميع المرافق. أول حاجة ممكن يسأل عليها الإنسان هي المسجد. المسجد ما شاء الله. فيها لوحة فنية بالليل. وتاني حاجة ممكن نسألو عليها المارشي، غادي نمشيو له دابا. هنا كتواجد البشوية. البحر. مسافة قريبة للبحر على السونتر. كذلك كاين الناس اللي كيوجدوا أطباق السمك بجميع الأنواع، المشوي والمقلي. كاينة أيضا ساحة فين كيلعبوا الدراري. هذا الشارع الكورنيش طويل ما شاء الله. والبحر بالليل، امواج هادئه. المارشي فيه كل ما تحتاجوه. مساحة كبيرة. بالجانب الآخر الجزارة كيفوروا اللحم الغنمي. طماط سوغيز بعشرة دراهم. هاد الخبز دقاقص كيكون غير في تطوان. وهنا قطاني. شو
وختامه مسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا